يتحط مني كهول واحد مظلوم محمد مظلوم لسه مرات أكون أنا قاعدة تحت يا باشا بصيت لقيت في زعيق فوق بتشتم في محمد قلت لها يا بنت اسمي تقدمهم لبعضهم عيالي بيحبوا بعضهم حب جامد ده كان كده أبدا أبدا أول ما كانوا بيتعاركوا كنا بعد الظهر كده بشوية وبعدين بقول لها اسمي تقدمهم لبعض قالت وحيات أمي لأكوك عليهم وحيات أمي لأكوك عليهم وأنا ما عدتش أنا رب محمد أنا ماشية من القلب وحساسية من القلب أنا كلمتي هي يا مصحف كلمتي هي يا مصحف وأنا أم أنا الله راحت بقى جابت لك محمود دي من الشارع محمود ده ما كانش هناك ولا حد قال السادة أنا اللي كنت هناك أنا اللي كنت هناك بحد الضيفة أنا أول ما سألوني يا حبيبي الثابت اللي بحث قال لي خلاص اسكت هنا انت اللي حولي كله بس أنا أول ما قلت هي السبب كده أول ما قالوا لي قلت لهم هي السبب لسه هكمل في الكلام انت اللي حولي أنا قلت لهم هي السبب ما تديش في محمد بقول لها عيال حجبوهم لبعض عيال عيال حجبوهم لبعض قالت له عيال انا عمري ما مشي بسيب ولدي عملت ايه يا عم؟ عملت بصيت لقيتهم ماسكين السكين وهم الاثنين يا ابني هي ادتها الدوز الدوز ادتها الطلعه وبعدين هي انا ام السكينه اللي دوزها انا ام ما اكتبش وقف بصيت لقيت اللي حصل حصل يا حبيبي اللي كان بحشو عني يا عم ربنا انا عايشة حزينة ومزلول انا عايشة حزينة ومزلول عمري ما جبت حبايبي محمد مظلوم هي اللي نزلت فيه شتم عيال ما كانوا بيكرهوا بعضهم ابدا ابدا اللي خلص مني اللي عرفته يا خلص منها اللي عرفته ما وجه الله كده انا ام وانا اللي في يطلع يطلع يا بلعنة يا حبيب ان شاء الله اهلك ما انا ما قلتش مشيت ما مشيتش لا ما مشيت لو كل ما كنت لسه هجيب الكلام كله تقعد لا احنا هنطلعهم بس هي السبب وهي لما نشهد على حاجة ما مشيتش انا ما مشيتش ده مر وقت فيا مزلولة عشان انا مزلولة وعشت تحصن ماشية من القلب والحساسية والضغط وحياة المصحف الطير وربنا أعلم بي يعني الجيران اللي بيجيبون أولادي وأنا قاعدة ذليلة ما يعلم بي إلا اللي خلقني أنا قاعدة ذليلة ومحصورة حصرة جامدة أوي أنا عايزة محمد أنا عايز نستفيد يا حبيبي إن شاء الله ما تفرقش ولدك ولا تدوق النار يا حاج عايز